لنقاش تقرير البنك الدولي الخاص بالعراق ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور هشام الياور. دكتور هشام، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون البنك الدولي حذر من أن تكون مخاطر التأثيرات المناخية على العراق من الناحية الاقتصادية هي الأخطر على الإطلاق. برأيكم يعني كيف وصل العراق في هذه المرحلة؟ هل لا يزال هناك وقت لإنقاذ البلد من مصير بيئي واقتصادي مجهول دكتور؟ شكرا جزيلا لك المشاهدين ان شاء الله. اهلا بك. يعني التنبؤ بضعف الموارد المائيه للعراق، وصل احدى التقارير انه سنه 2040 سيكون العراق بلا انهار. نعم. وكذلك الواقع الموجود حوالي 23 مليون دونم صالح للزراعه مستغل منها اقل من النصف، والنصف الصالح للمزروع 48% غير مستغل. كأنه الزراعة والاهتمام بها لم يكن بالبال. نعم. فكانت هناك شحة في الموارد الزراعية بسبب عدم الاهتمام وإيجاد موارد ومستلزمات الزراعة. نعم. توقع أن تشح المياه للسنين القادمة، هناك أكثر من دراسة بين ذلك. الآن التوقع إذا استمر الوضع على هذا الحال راح تستمر نتائج سلبية على الواقع الاقتصادي والمعاش، وتترك الفلاح وصاحب الأرض المزروعة بالتأكيد لعدم إمكانية تأمين مستلزمات الزراعة. طيب دكتور هشام، يعني تقرير البنك الدولي أشار إلى أن العوامل المسببة للأزمات الهيكلية التي عصفت بالاقتصاد العراقي لا تزال موجودة، ولكن السؤال اللي يطرح هنا، لماذا لم ينعكس ارتفاع عائدات النفط على الاقتصاد العراقي بصورة واضحة أو بصورة إيجابية على المواطن بشكل خاص دكتور؟ لانه الزراعه عدم اهتمام الزراعه والاهتمام بالاستيراد لمنافع شخصيه وذاتيه، ولذلك اضعفت القطاع الزراعي اضافه الى عدم وجود الدعم المناسب الذي يامن مستلزمات الزراعه باسعار وبوفره كافيه لتامين حاجه المزارع. نعم. نحن نذكر انه كثير من المنتجات الزراعيه تترك أو تفلت لعدم وجود أسواق وتنافس شديد من الدول المجاورة، وبالتالي حتى الخطط الزراعية التي كانت تعتمد ضمن خطة سنوية وخمس سنوات لم يبالي المسؤولين عن القطاع الزراعي بما يمكن أن يتوقع من كوارث بوضع المناخ بوضع التصحر. نعم. والتصحر الذي بات يهدد العراق بسبب عدم وجود يعني تسجيل او عدم وجود مناطق تكون مهيئه لحجم الكثير من الاثمه، لانه الارض الغير مزروعه بالتاكيد تترك اثار من التراب واثار من التاثير على الزراعه وعلى المواطن. دكتور هشام، فيما يخص أزمة الغذاء، يعني البنك المركزي حذر من مخاطر التغير المناخي والاقتصاد المنهك على الأمن الغذائي، ولكن إذا ما تحدثنا عن الحلول، ما هي السبل التي يجب على السلطات اتباعها للحد من أزمة الغذاء المرتقبة؟ يبدو إدارتنا الموجودة في العراق ترى بما يتوفر لديها بسبب ارتفاع النفط تأمين احتياجاتها عن طريق الاستيراد، ولذلك وجدت صيغة تجاوزا على الموازنة العامة بإيجاد مبالغ تخصيص مبالغ لتأمين سلة الغذاء عن طريق الاستيراد وتوفير المواد. نعم. يعني هذا مو بس مخالف للصيغة المالية التي تعتمد على القدرات وكيفية استغلال المواد بشكل صحيح، وبالتالي ايضا ما يمكن ان يكون التنفيذ كثير من الكوربشن، كثير من التصرفات التي بدا الكلام عنها، وكانه توزيع هذه المبالغ من خارج الموازنه للاستغلال
عن طريق الاستيراد وتوزيع المبالغ الذي خصص لهذا المشروع او لهذا القانون الذي يوافق عليه مجلس النواب. نعم دكتور. من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور هشام الياور، شكرا جزيلا لكم.